اهلا بحضراتكم مشاهدينا مره اخرى في ثاني فقرات برنامجنا الحواريه من برنامجكم اللون الاخضر. هذه الفقره نتكلم فيها عن الامراض اللي بتصيب الذره الشاميه وطرق المكافحه. طبعا كلنا عارفين ان الذره الشاميه من اهم المحاصيل الاستراتيجيه الهامه، تعتبر فيها المرتبه الثانيه بعد محصول القمح في مصر، ولكن يعني مع اهميته للاسف بيصاب بها العديد من الامراض. هنحاول النهارده نتعرف عليها وطرق المكافحه الخاصه بها وايضا الاهميه الاقتصاديه بشكل عام، ومحاور اخرى نطرحها مع ضيفي اللي مشرفني في هذه الفقره الدكتوره سعيد محمد الشبراوي، باحث بمعهد بحوث امراض النباتات. اهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. خلينا نبدا مع حضرتك بالاهميه الاقتصاديه للذره الشاميه بشكل عام. الذره الشاميه بيعد من المحاصيل الاستراتيجيه الهامه في مصر، بيأتي في المرتبه الثالثه بعد القمح والارز، وبيخش في عديد من الصناعات مثل صناعه الاعلاف، وبيدخل في التنميه وعلاقه التغذيه المختلفه للحيوانات، وكذلك بيدخل في صناعه السلاج بعد الطور اللبني، وان هو الذره الشاميه بيدخل ايضا في الصناعات الاقتصاديه الاخرى كالنشا والجلوكوز والخميره والزيوت، الامر اللي بيجعله من اهم المحاصيل الحبوب في مصر. نعم، اذا اهميه اقتصاديه كبيره جدا لمحصول الذره الشاميه عندنا في مصر. تمام. طيب نبدا بقى باهم الامراض بقى اللي بتصيب محصول الذره الشاميه واهمها ايه بقى؟ الامراض اللي بتصيب الذره الشاميه بتبدا من المرحله الاولى في عمر النبات واللي بتتم لحد 40 يوم. وفي امراض بتتم بعد كده اثناء مرحله التزهير، وفي امراض اثناء الحصاد. هنتناول الامراض اللي بتصيب النبات في المرحله الاولى، وهي عفن الجذور وموت البادرات. تمام. الحقيقه الامراض ديت بيسببها مجموعه من الفطريات الموجوده بالتربه وموجوده على بقايا المحصول السابق. تمام. الامراض دي في مجملها بتاثر على انبات النبات، سواء من حيث ان هي بتؤدي الى موت البادرات وضعف عمليه الانبات، بتتم نتيجه لسوء المعاملات الزراعيه اللي بيقوم بها الفلاح نتيجة الأخطاء الشائعة اللي بيقوم بيها طبعا عن غير قصد، وبتأثر في المحصول، لأن إحنا ما حصلناش على بادرة قوية ونبات قوي مش هنحصل على محصول كويس. فبالتالي بنوجه الاهتمام بالفترة ديت من عمر النبات للفلاح، إن هو يقوم بالمرور الدوري على الأرض ويشوف النشاط الحشري، يشوف الري والاعتدال في الري والتسميد، ده مهم جدا في المرحلة دي. كمان التقاوي المنتقاه اللي هو بياخدها لازم تكون مصدر معلوم، مصدر موثوق فيه ديت، لانها لازم تكون معامله بالمبيدات الفطريه الموصى بيها، ودي بتاثر كبير جدا او لها تاثير كبير جدا في تجاوز المرحله دي. الاعداد الجيد لمهد الزراعه او الارض والتسويه والحرث المتعامد والتسحيف او التسويه بالليزر بتاثر كتير جدا في تلافي المشاكل اللي بتطلع في اول عمر النبات اللي هي عفن الجذور وموت البادرات، وهي الحقيقه بتستمر طول فتره عمر النبات، لان الامراض ديت موجوده في التربه، فممكن تصيب السقام بعد كده. طبعًا. اللي يعني هي اللي تهرب من المرحله الاولى ديت، ممكن بعد كده الساق يصاب بعفن الساق، وده برضه هياثر كتير جدا في المحصول بتاعنا. طبعًا. المرحله الاولى ديت اهم حاجه فيها ان احنا التقاوي يكون منتقاه، معامله بالمبيدات الفطريه، فبنتلافى جدا جدا تاثيرات هذا الامراض او هذه الامراض. ايضا التقاوي اللي هي من مصادر موثوقه، سواء كان مركز البحوث الزراعيه القوي الموصى بيها او من الشركات، بتاثر كتير جدا في تلافي هذه المشاكل. كذلك الفلاح اللي هو بيحاول ان هو يكسر المحصول او يزرع تقاوي من المحصول السابق هيتعرض لهذه المشكلات. تمام. ده في المرحله الاولى من عمر النبات. بعد كده المرحله الثانيه، مرض الذبول المتاخر او ما يعرف بالشلل. مرض ايه يا فندم؟ الذبول المتاخر او ما يعرف بالشلل، ان احنا الفلاح عندنا دارج عنده ان هو بيقول قليل الشلل. المرض ده مش موجود في العالم كله الا في مصر والهند والمجر. ليه بقى؟ هو متواجد في التربه المصريه. متواجد في التربه المصريه بس. هو البيئه بتاعته او كده هي ظروف التربه المصريه فهو متواجد فيها. المرض ده خطير جدا، بيسبب خساره في المحصول 40%. المرض ده اكتشف في الستينات. والحقيقه المرض ده مشكلته ان احنا عندنا ما فيش اي مبيدات بتقدر انها تنجح انها تقاومه. ثانيا هو ملوش حل او علاج غير ان هي اصناف. عباره عن ايه بقى يا فندم المرض ده؟ هنشرح طبعا كل حاجه عنه وعن ظروف الاعراض بتاعته وانتشاره. مرض الشلل بيبدا الاصابه بيه في 8 ايام الاولى من عمر النبات، ولكن مرض الشلل ده بيظهر بعد مرحله التزهير اعراضه. مرحله؟ التزهير. تزهير النبات. فالمرض ده بيتواجد في التربه على بقايا المحصول السابق، بيتواجد في التربه. جزء يا فندم الجد؟ هو بيتخلل النبات عن طريق الجروح او عن طريق الاصابه المباشره للجذر، لانه قوي في احداث الاصابه، وبيتغلغل في الاحزمه الوعائيه وبيسدها في مرحله التزهير، وبيؤدي الى ذبول النباتات زي اللي احنا شايفينه كده على الشاشه يا فندم.
لا ده مرض اللفحه، هو الصوره اللي قبلها بثلاث صور. الصوره اللي قبلها سوشيال بعد اذن حضرتك كمان. تمام. لا يا هو جابهم من الاخر كده، او اخر صوره بقى هتبقى اخر صوره. طيب اخر صوره يا سوشيال ما تلاقيها عند حضرتك. طيب اتكلم يا فندم لحضرتك. المرض ده حضرتك بيسيب النباتات، بتبدا اعراضه لا ده اللي بعديه بقى، اللي بعديه على طول. ايوه ده تمام. بتبدا اعراضه في ظهور ده مرض الشلل، ذبول على اوراق النباتات من اسفل الى اعلى، واصرار في الساق من المنطقه السفلى العقد السفلى حتى خمسه العلوي الخمسه. وبيحصل ان الساق لو حضرتك مسكها الفلاح كده هيلاقي فيه تجاعدات طوليه متبادله كده او مترصعه على العقده او كرمشه، ديت هي اهم الاعراض المسببه له او المميزه له. بيبقى فيه برضو عرض مهم جدا عند التزهير، ان الكوز بتلاقيه نام كده على جنب النبات، ما بيبقاش واقف كده. المرض ده يعني بيصيب النباتات وبيأثر على جودة الحبوب وبتقلل إلى جمهورها، وهو يعني متواجد في التربة المصرية، والحقيقة ما يملوش أي علاج غير الأصناف المقاومة. والمركز بيقوم باستنباط الأصناف المقاومة بطريقة ما شاء الله، يعني الحمد لله عندنا أصناف كتيرة جدا مقاومة بتزرع في حقول العدوى بهذا الفطر، وبنستنبطها كل سنة وبنحسنها وبنوزعها للمزارعين وبرضه أصناف الشركات. ولذلك بننصح إن هو يجيب أصناف موصى بها أو أصناف معتمدة عشان يتلافى الإصابة بهذا المرض. ثانيا المرض ده أهم العوامل اللي بتؤدي لحدوثه هو عدم الاعتدال في الري والتسميد، ودي من العوامل المهمة جدا اللي بتؤدي لحدوث هذا المرض. المرض ده بيتبعه أمراض أخرى مرتبطة به، لأن هي بتؤدي إن هو بيفتح المجال لدخول هذه المسببات وإحداث ما يسمى بعفن الساق المركب. الأمراض ديت منها مرض استرداد الحزم الوعائية، وده أعراضه بتبدأ بإحمرار على الساق وسلمات الساق وذبول على الأوراق. وبرضه المرض ده ملوش أي وسيلة للعلاج غير الظروف اللي هي استخدام تقاوي منطقة ومستنبطة، الاعتدال في الري والتسمين، الخدمة الجيدة للأرض. طيب احنا يمكن هشام عرض لنا بعض الصور يا فندم، ستة مرض عفن الساق. ده المرض اللي بعديه بيعتبره ده برضه من الأمراض المرتبطة بالساق. مرض عفن عامل ايه في الساق يا فندم؟ انا شايف الصورة. هو المرض ده بيبدأ بيبقى موجود في التربة وعلى وقائع النباتات، بيخش النبات عن طريق الجروح. وبيؤدي إلى إن النباتات تشوف زي ما حضرتك كده موجودة في الصورة، بتبقى يعني زي ما تكون مسلوقة، والساق بتاعتها بتبقى فيها زي افرازات لزجه كريهه الريحه. تمام. ده بيجي برضو نتيجه عدم الخدمه الجيده للزراعه وتخديش او خدش النباتات اثناء العمليات الزراعيه. هنا واخد الساق من اول جذر. ده عفن الساق المتسبب عن الديسيوم. وبنلاقي فيه زي العرض اللي هو المميز له ده، ان العقله الاولى بيحصل فيها ان الساق بيبقى تويستد او ملتف او زي ما هو الشكل الموجود ده. وبينام النباتات كده على الارض وبيؤدي الى ذبولها. لا لا. ده مرض لفحة الأوراق، بس احنا عايزين الأعراض اللي بعده. ماشي. لا كمان البياض الزغبي كمان. تمام. التفحم العادي، مرض التفحم العادي ده فعلا أعراض مرض التفحم العادي. تمام. الكيزان والحبوب، ده عفن الكيزان والحبوب. تمام. أيوه، ما هنا مرض ده برضه مرتبط بمرض الذبول المتأخر أو الشلل، وهو من أحد مكونات عفن الساق المركب. ده مرض عفن الساق الفيزاريومي، وده بنلاحظ العرض بتاعه بيه برضو في ذبول النباتات، السلميات بتاع النباتات بيبقى لها بودر دي كده ابيض، ده من الاعراض المميزه له. وده بياتي او بيدخل او يخترق النباتات بعد دخول الشلل سبريميدس او المرض الشلل. تمام. لانه هو ضعيف شويه عنه، فبيكونه ما يسمى معقد عفن الساق المركب. تمام. وعباره عن مرض الذبول المتاخر مع مرض سوار الحزم مع العفن الفحمي مع عفن الساق الفيزاريومي مع عفن الساق البيسيوم اللي هو شفناه اللي هو كانت العقده فيه ملتفه كده، وبيسبب عفن الساق المركب. بنلاقي النباتات الساق بتاعها تبقى هشه مجوفه، الحزم بتاعتها بتبقى منفصل عن بعضها. وبيؤدي طبعا لخساره كبيره جدا في المحصول. تمام. دي بالنسبه لعفن الساق. تمام. نشوف بقى العرض اللي هو بتاع لفحه الاوراق. تمام. مرض لفحه الاوراق. مرض لفحه الاوراق. يعني اتكلمنا عن عباره عن ايه المرض ده؟ عباره عن هو في لفحه الاوراق الذره الشمالي وفي لفحه اوراق الذره الجنوبي. لفحه الاوراق الذره الشمالي بتبقى فيها بقع مغزليه لونها رمادي مخضر على الاوراق، بتلتحم مع بعضها وبتؤدي لذبول الورقه. وبالتالي هو ده المرض اللي زي ما احنا شايفينه اهو على اليسار تقريبا مغير لون الورقه خالص. يعني ده طبعا مصنع الغذاء للنبات بيبتدي يتحرق او بيبتدي يذبل،
فبالتالي الغذاء اللي رايح للكوز بيقل. مرض لفح الذره الجنوبي اللي هو البقع الصغيره شويه ديت اللي هي على اليمين ده نوع ثاني من الاصابه. والحقيقه بيتم التوصيه بجمع هذه الاوراق من الحقل وحرقها بعيدا عن الحقل. تمام. والاعتدال في الري والتسميد مهم جدا، والزراعه في الميعاد المناسب بيهرب من حدوث الاصابه. تمام يا فندم. ننتقل للمرض الخطير جدا اللي هو كان برضو في الشريحه هنا، مرض البياض الزغبي. مرض البياض الزغبي ده من الامراض الخطيره جدا في مصر، والحقيقه هو بيظهر في وجه بحري فقط، ما بيظهرش في وجه قبلي. وهو زي ما احنا شايفين في الصوره ان النوره المذكره بتتحول لتشوه او ورق اوراق ملتفه مكان ما تطلع حبوب اللقاح، تطلع الاوراق ديت، فبالتالي ما بنحصلش على كوز. ما بيبقاش في كوز في النبات، لان هي النوره المذكره خلاص بتبقى اصبحت بالشكل اللي حضرتك شايفه هنا او اللي حضراتكم شايفينه، بتبقى معمول فيها تورد عباره عن اوراق بدل ما تطلع حبوب لقاح. شايفين في الصوره اللي في النص في نوره مذكره فوق اهي بالظبط. ده شكلها التورد اللي حاصل ده، فبالتالي حبوب اللقاح ما بتنزلش على الميثيليوم فبتكش كوز، فالخساره فيه 1%، يعني خساره في المحصول 1%. فهو مرض خطير جدا. وده المرض دوت بيبدا الاصابه بيه على شكل الاتي: البادره اللي فيها في شمال الصوره دي بيحصل في النصل اصفرار هرمي، الشكل بيطلع في من داخل النصل لخارج النصل، وبيبقى بيقابله من الورقه السفلى نمو زغبي ابيض. اول ما نشوف العرض ده نقتلع النباتات ونشيلها من الارض ونحرقها بعيد، لان هو المرض ده موجود في التربه وبيقعد لعشرات السنين في الجراثيم بتاعه ما بتاثرش فيه. ملوش مكافحه يا فندم من البدايه خالص قبل ما ازرعه، ان انا ممكن اجدد التربه احط لها بعض الاسمده او لا؟ هقول لحضرتك هي العلاج الوحيد بتاعه اللي الفعال جدا لتجنب الاصابه بهذا المرض ان هو المرض ده بينتقل عن طريق زراعات السرجم او حشيشه السودان اللي بتبقى موجوده جنب الذره الشاميه، لكن الذره الشاميه بطبعه مش بيبقى حامل المرض، لكن هو حشيشه السودان دي ناشر للمرض، بتجيبه من التربه يطلع في اوراقها تنزل الجراثيم تعدي او تنتقل للذره الشاميه وتصيبه ويوصل العرض اللي فات دوت الذره بهذا الشكل. فاحنا عشان نتجنب هذا المرض اول حاجه حشيشه السودان لا تزرع جنب الذره، وفي قرار وزاري بذلك ان هي ممنوع زراعتها جنب الذره خاصه الاصناف غير المقاومه. اما الاصناف المقاومه من حشيشه السودان والموصى بها فهي ما فيش مشكله انها ما تصابش بالمرض اساسا. تمام. لانها اساسا مقاومه لهذا المرض. دي كان في مثلا مشكله برضو حصلت في حقل من الحقول 5 سلاجين ما كانش فيه ولا كوز بسبب ان اللي جاره زارع هذه الحشيشه، فلازم نهتم جدا ان لو انت شفت جارك زارع الحشيشه دي وعليها اعراض البياض الزغبي اللي هي متمثله في اصفرار على الاوراق بشكل هرمي صاعد من اسفل الى اعلى، نمو زغبي على الاوراق السفلى، انصح حضرتك ان انت تقول له لو سمحت شيل الحشيشه دي من جنبي لانها هتاذي الارض. يعني بتنمو مع نفسها كده؟ مع لا، احنا المزارعين بيزرعوها للعلف. المزارعين بيزرعوها للعلف، بيستخدموها للعلف، وهي يعني جيده جدا لانها بتحش كذا حشه، فبالنسبه له بتبقى اقتصاديه. فبس في منها اصناف مقاومه ما تنقلش المرض وما ما تسببش مشكله للذره. فالمرض ده خطورته في ان زراعات الذره المجاوره لحشيشه السودان بتصاب. احنا بنضل على اصناف مقاومه. طب ليه بتصاب؟ لان انت حاطط حمل جنبها بيصيبها بالمرض. فاحنا لو تلافينا ده ان شاء الله، ما شاء الله الاصناف كلها عندنا جيده جدا وما بتصابش بيها. طب دكتور، هل امراض الذره الشاميه منتشره لا قدر الله بشكل ممكن تهدد هذه الزراعه؟ لا، الحمد لله احنا في مجهود شديد جدا معمول لتلافي حدوث الاصابه ديت. وبنمر كتير على حقول الذره وبنشوفها من خلال حمل القوميه للذره الشاميه ونهوض الذره الشاميه، ومهندسين الارشاد عاملين برضه مجهود كويس جدا ان احنا نتلافى الحدوث دي. لكن هو احنا بنقول للمزارع يا ريت تلتزم بالتعليمات الارشاديه اللي بتطرح عليك، في سواء كان من خلال مهندسين الارشاد او من خلال النادي بتاع وزاره الزراعه، لانها هي حاجات بسيطه جدا ولكنها مهمه قوي. يعني مثلا التوريق والتطويش والحاجات ديت دايما يقول لك ما تورقش وتطوقش. طب ليه؟ هو مرض الزبون المتاخر ده ممنوع فيه التوريق والتطويش، او بيمنع عمليه التوريق والتطويش لانها بتساعد على ظهوره. المرض ده بيبقى موجود في التربه، بيحصل الاصابه فيه من عمر 8 ايام وبينتشر وقت التزهير. وقت التزهير ده بيبقى النبات كل السكريات اللي في النبات بتروح للكوز، فهو بيحب النبات خالي من السكر شويه. طيب فيبدا ينتشر. المرض الموجود في التربه ده يا فندم ممكن يصيب نباتات اخرى زي الذره الشاميه، وهو فقط الذره الشاميه؟ الذره الشاميه فقط يعني، خاص على الذره الشاميه. طب ازاي بقى نحمي نباتات الذره الشاميه يا فندم من الاصابه بهذه الامراض قبل حدوثها؟ يعني ايه اللي ممكن تقدمه من حزمه ارشادات ونصائح لاخواننا الفلاحين من خلال تجنب حدوث المرض او حدوث اصابه للنبات قبل ما يزرع كمان؟ انا الاول قبل ما نتطرق للنقطه ديت عايز اقول على مرض خطير برضو جدا، هو عفان الكيزان والحبوب اللي احنا شفناها في العرض ده او في الصوره دي. عفان الكيزان والحبوب دي مهمه جدا ان احنا نهتم بان احنا نتلافى حدوث
هذه الاصابه عن طريق مقاومه الحشرات، عن طريق برضو الاصناف الموصى بها، عن طريق اعتدال في الري والتسميد، دي عفان الكيزان اللي احنا شايفينها، عن طريق ال احنا بنفرز النباتات بعد الحصاد ونستبعدها عشان ما تنتقلش معانا للمخزن، لانها بتسبب في المخزن مشاكل كثيره جدا وبتعدي الحبوب كلها الموجوده في المخزن. كمان هي بتنتج مواد سامه او سموم فطريه خطيره جدا للانسان والحيوان. الحزمه اللي حضرتك بتقول عليها ان احنا نتجنب اصابه الذره بتبدا من اول الزراعه، ان احنا بنعد مهد الجيد للزراعه عن طريق الحرث المتعامل والتسويه الجيده، الاهتمام بالمصارف وصرف المياه في الارض، ده مهم جدا المياه يكون الارض تكون جيده الصرف، الزراعه على مسافات والكثافه المحصوليه تكون حسب التوصيات الموصى بها، عدم تجريح النباتات اثناء اعمال زراعيه، عدم التكويف او التوريق، مقاومه الحشرات والافات الحشريه مهمه جدا، لان هي دي المدخل اللي بتخش منه الفطريات الاخرى او البكتيريا في وتعمل او تحدث اصابه للنبات. ثاني حاجه مرض زي الشلل دوت، ثبت ان الزراعه بعد ارز، يعني ارز المحصول السابق او زراعه محصول صيفي زي الذره، تمام، بتؤدي لتقليل الاصابه. مرض البواد الزغبي، ان احنا لو لقينا الارض موبوءه بجراثيم الفطر وبيظهر على النبات اصابات، بنعمل دوره زراعيه ان احنا نمنع زراعه الذره والحشائش اللي هي من حشيش السودان في هذا المكان فتره لحد ما ينتهي او يقل شويه الحمل بتاع المرض على النباتات. تمام. التقاوي الموصى بها او التقاوي المعتمده هي يعني اهم خلاص لازم موثوق فيها كده، لازم التقاوي المعتمده، معامله بالمبيدات جاي من مصدر موثوق بيه. كسر المحصول او ان احنا نزرع محصول سابق ده يعني هيقدم خساره كبيره جدا للفلاح، لان هو مش بيتواجد معاه قوه الهجين، ان هو الهجين بيبقى فيه قوه الهجين ديت بيتحمل الامراض بيدي محصول عالي جدا، فهو بيخسر القصتين دول على كلام فاضي. يعني هو لو جاب اشترى شكاره الذره من مركز بحوث او من اي شركات، هيحاول ان هو يتدافى المشاكل اللي هتحصل له المرضيه اللي هتخسره كتير جدا، وهو بيصرف على الارض وبيصرف على العمل الزراعيه. تمام. خطوره بقى الامراض دي يا فندم على انتاجيه المحصول بقى من حيث الكم والجوده ايه؟ احنا قلنا ان المرض البلد الزغبي مثلا لو حصل اصابه بيه، اي اصابه 1% بيحصل 1% فقد في المحصول. يعني لو حصل 10% عنده 10%، 20% اصابه هيبقى عنده. وطبعا هو بينتشر انتشار رهيب جدا في الارض من طريق العدوى الاوليه او العدوى السنويه، فبيخسر تقريبا ممكن يحصل 50% من محصوله. ده بالنسبه للمرض البلد الزغبي. مرض الشلل بيؤدي لخساره 40% من المحصول، ان هو رغم الاصناف بتبقى معتمده وبتبقى مقاومه، لان هي نتيجه سوء الممارسات الزراعيه ممكن توصل اصابه 90%. فده حاجه برضو خطيره جدا، هتسبب في خساره في الكم والجوده، لان هو بيؤدي لجمهور الحبوب. طب احيانا عدم تكون كوز. هل مجموعه من الامراض دي ممكن تصيب محصول واحد بشكل كبير؟ يعني مثلا بياض زغبي، عفن البذور او عفن الكوز، ممكن معظم كلها زي ما تتجمع في اصابه محصول واحد؟ معظم طبعا ممكن تتجمع بالذات في وجه بحري، لان في برضو عدم زراعه في الميعاد المناسب هيؤدي ان هي تتكتل كل هذه الامراض على المحصول، لان هو ما زرعش في الميعاد المناسب. طرق المكافحه بقى تكون ازاي في الوقت ده؟ واهم حاجه، اهم حاجه المكافحه بتاع الامراض ديت بتلخص في عده نقاط، اللي هي المعاملات الزراعيه، لان معظم الامراض اللي احنا اتكلمنا عنها هي عباره عن امراض يتم مقاومتها او مكافحتها بالاصناف المقاومه، لا يستخدم فيها مبيدات. يعني المبيدات ما تاثرش مع مرض الشلل ثبت علميا، يعني ان احنا المبيدات دي ما تاثرش معاها خالص. فالاصناف المقاومه المعتمده هي اهم طرق الوقايه، والمعاملات الزراعيه والتسويه وتهويه الارض وتحسين الصرف من اهم الطرق ايضا للحصول على نبات ومحصول قوي ومحصول انتاجه عالي. الجروح ومقاومه الثقيبات مهمه جدا لتلافي دخول الفطريات ديت الى النبات واحداث الاصابه، دي برضو من الحاجات المهمه جدا، ان الفلاح دايما يعني دائما مرور في عمر البادرات، دائما يمر على الحقل بتاعه يمشي يشوف لو في اي نشاط حشري، على طول يستخدم احد المبيدات الحشريه الموصى بها. تمام. ويتم الرش المحصول عشان يتلافى الامراض اللي هتخش من خلال الثقوب زي عفان الكيزان ديت. الثقيبات بتؤدي الى احداث عفان الكيزان والحبوب. عفان الكيزان والحبوب ديت يعني العرض اللي احنا شفناه ده، طالما الكوز اصيب كده بيتلاف بيترمي، ما يقدرش للاسف. في ناس بتستخدمه وتاكله للدواجن عندها المزرعه، ده خطر جدا، خطر عليها وعلى صحته كمان. المفروض الحاجه دي تترمي، ما تاكلش الحيوانات المزرعيه نهائي. نعم. يعني
يعني إذا نقدر نتغلب على الإصابة بهذه الأمراض من البداية عند انتقائنا للبذور الجيدة والمصرح بها والموثوق فيها. شكرا ليك يا فندم. أتمنى يا رب كل مشاهدينا يستفادوا من يعني هذه الفقرة قدمنا من خلالها المحاور الخاصة بالأمراض اللي تصيب محصول الذرة الشامية، طرق المكافحة وأنواع هذه الأمراض، وإزاي احنا نتغلب على هذه الأمراض قبل حدوثها من خلال يعني تهيئة الجو المناسب، من خلال يعني توفير التربة المناسبة، أيضا البذور المصرح بها زي ما قلت لحضراتكم من شوية. شكرا لك ضيفي الكريم في نهاية هذا اللقاء دكتور السعيد محمد الشبراوي، باحث بمعهد بحوث امراض نبات. شكرا لك يا فندم وشرفتنا. لسه مكملين مع حضراتكم مشاهدينا بعد الفاصل واخر فقره حواري من برنامجكم اللون الاخضر لهذا اليوم.